فخليني أسأل حضرتك يا كابتن برضو، إيه الأوراق الرابحة لمنتخبنا؟ مين الكي بلايرز عندنا؟ بص حضرتك، بدل انت قلت منتخب يعني احسن عناصر الموجوده في مصر. في ناس كتير عندهم خبرات، يعني في خبرات كحراسه المرمى، في كريم هنداوي طبعا، في الاحمر عنصر مهم جدا، في اسلام حسن، في الدرع الكبير، في مجموعه كبيره جدا اصلا موجوده على الصعيد المصري، في طبعا في سند المحترفين، في محمد ممدوح هاشم، في مجموعه كبيره كويسه، وان هي تقدر تنافس على حسب المدرب طبعا، هو السيستم اللي هو بيعمله الفتره اللي جايه دي، بحيث ان هو فضل اعتقد 3 4 شهور ان هو يقدر يجاريهم اصلا، يسافرهم معسكرات خارجيه بره مصر، ازاي يلعبوا فرق اوروبيه عشان ياخد نفس طباع اللعب الاوروبي اللي هو المفروض ان هو عايزه عشان يقدر يجاري، وان شاء الله نلعب على ميداليه.